عندنا المزمة الرابعة اللي هي sex link trait. شنو هذا؟ يابا اكو فت صفات جنسية، تمام، هاي الصفات الجنسية موجودة عند كائنات وما موجودة عند كائنات اخرى. فنيجي احنا ننزل طبعا الدائرة مع الماوس انكسرت، فاني اسم الطار مثل تشلب اجي ادوس هذا على جنسية كله من وراء اخوية، فاحنا نتحمل مسؤولية الامور ونقعد من ننزل. فعندنا شنو هنا؟ عندك الذبانة، يابا شبيها الذبانة ايش خابصين بيها؟ يابا عندها فد نظرية جنسية، نظرية بالكروموسومات. اوكي، شنو هاي النظرية مال الكروموسومات حسين؟ اكو فد دراسة اسمها دروس يعني درس فيليا. اوكي، درس فيليا، يابا شنو هاي درس فيليا؟ هي ذبانة، درس فيليا طلع هي ذبانة اللي هي فروتي فلاي يعني ذبابة الفاكهة. اجى هذا توماس لا عنده لا شغله لا عمله، قاعد يباوع يقول اكو فجين صفن على الذبانه هاي. قال باع يا ذبانه اكو بالجين، وهذا الجين ماتش مميز وكروموسوم كم مميز، يابا بس اكو فشي يعني انا حاير بيه. ياب ذبانه قالت له انت بيش حاير؟ يقول انت كروموسوم جيناتك الموجوده بالكروموسومات الجنسيه مالتك السكس مالتك والكروموسومات الجسمية مالتش اكو بيها شلون اقول لك ضد، اكو مضادين يعني صار واحد ضد الثاني. زين شلون اكتشف هذا الشيء؟ اكتشف ان الذكور عيونهم بيضة وعندهم عيون حمراء، بس شلون اقول لك البنات عندهم بس احمر ما عندهم بس يعني ابيض، الولد عندهم اكثر تنوع من البنات. فاكتشف هذا الشيء انه هذا يعتمد على الجنس، هاي الصفة تعتمد على الجنس. فهو ليش اختار الذبابة؟ فشاف productive يعني شنو؟ يعني انتاجية تتكاثر بساعة، وfertilize يعني خصوبة بعد خصوبة زينة، ومن شنو؟ بسبوعين تخلف لك واحد، تمام. عندك أربع بيارات والكروموسومات مالتها أهيات، هاي كروموسوماتها أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة وحدات، تمام. صفن صافنة هيك عميقة بوا على تصقص، هذا مالتنا مالك بيهم، هذا هو الجنسية بوا، هذا الجنسية مالتنا الواي. نزل جوا عندنا مورغان فيرست ماتشويشن، شنو اكتشف؟ اكتشف انه البنيه هاي بنيه با شلون طالع بالك نخله مو بنيه، ف يكون عيونها حمراء، اما الابيض يكون يابا للميل، تمام. زين يابا ساي فيميل اي ميل، يابا يصير فيميل عيونها حمر وعيونها بيض؟ لا ما يصير، بس يصير ولد عيونه حمر وعيون بيض عنده. اوكي يصير يعني الولد يصير ابيض ابيض. اوكي هاي الصفة يعني شلون اقول لك يا قوية عده يعني عد الولد، وهمنا شنو همنا؟ عادي يكون احمر، الولد عادي يكون احمر وابيض، بس المرأة شايف هي مظلومة بالمجتمع فلازم دائما احمر، ليش ما يصير عندها ابيض؟ نزل جوا عندنا ريد اي فيميل، حلو، الزوجة ويا ذكر ابيض، تمام. اللون ازرق هنا اللي هو ذكر، واللون وردي، حلو يعني احب الازرق والوردي. اوكي الوردي يكون بنيه، وهنا طبعا لازم تكون عيونها حمر. يابا الزوجه وخلفه اربعه، اثنين بنات يكونون حمراويين يعني لونهم احمر، بس ولد طلع لونه احمر، والولد الثاني طلع لونه على ابوه اللي هو الابيض، تمام. فهاي الصفه تظهر البيضه بس عند الراجل. اوكي اجى نزل جوا، فهو سوى هذا العنتين، قال خلى زوجهم خل ازوج احمر بهجين احمر بهجين يعني انثى حمراء ذكر لون عين احمر، زوجهم ظهرت الصفه، اذا ملاحظ ظهرت الصفه البيضه بس عند الذكر ما ظهرت عند الانثى. فش اكتشفنا احنا همينا هنا بهاي الحاله؟ انه هاي الصفه البيضاء مال عيون دائما عند الذكر، الابيض يطلع ابيض واحمر، ابيض واحمر، بس النثيه لا طلع بس احمر. اوكي هذا اللي اكتشفناه من البحث مال توماس. ايش قد فارق يقعد بس هذا يزوج بالذبان ابن السطله. المهم عندنا سكس لينك تريت، يابا سكس ترينك لينك شنو هذا الصفات؟ يقول لك الفروقات بين الذكر والانثى سمبل بسيطه، يعني احنا كثدييات هسه تتباوع على فد ولد تتباوع على فد بنيه، تقريبا نفس الشيء، نفس الاهتمامات، نفس مو نفس الاهتمامات يعني نفس الهيئة الشكلية، عمود فقري
عندهم كليه احنا عندنا كليه، عندهم ايد احنا عندنا ايد، اكو فروقات بسيطه يعني من ناحيه فيزيائيا، بس اكثريتنا احنا سمبل يعني هذا قصده هو. اوكي عندنا الماموز، الماموز اللي هي ثدييات، فالهيومن والماموز نفس الشيء اثنيناتنا ثدييات. عندنا اثنين سكس كروموسوم اللي هو الاكس والواي، يابا كلنا نعرف انه الفيميل عندها اكسين واللي هو شنو جين ريباندوري اي سي، عندك لينك اوف لايك اوتوسوم. اذا ملاحظ انه الاكس اكس، الاكس اكس يشبه الكروموسوم العادي يعني اكثريتهم اكس اكس، اذا ملاحظ هنا كلهم اكسات، هذا اكسات، هذا اكس اكس، هذا اكس اكس، هذا اكس اكس، فيشبه الاوتوسوم يعني مو جنسي، جسمي يسموه، فيكون اوتوسوم يعني حتى الشي يسموه الجنسي عند المرأة يكون يشبه الجسمي، فماكو اي فرق عنده. بس من اللي يحدده انه هذا يكون انثى او ذكر؟ لا الرجل هو اللي يحدد الميل. ليش؟ لان عند الواي فنون ريبوند، ها اي يعني يحمل روباندونسي يعني يقدر انه يخلف جاهل او يكون كائن حي. اوكي ننزل جوا، ف يابا نحكي على الواي كروموسوم وعلى اكس كروموسوم. يقول لك كلش قليل الجينات، فيو جينز هو واي، الواي كلش قليل اكو لانه هو جين واحد، هو كروموسوم واحد. بس شنو الاس واي، اس ار واي اللي هو المكان اللي يحدد الواي، يعني هو هذا هذا اللي يكون او يصنف الجنس مال الكائن الحي، الاس ار واي. فهو شنو سكس ديترمينايت يعني يحدد لك اذا هذا انثى او ذكر اللي هو الواي كروموسوم. يابا ماستر اوف ريجوليت ذا ماين ميلنس، حلو محدد الرجوله، هذا يحدد لك الرجال اذا هذا رجال لو لا، اللي هو هذا الجين اللي هو الار اس واي. ف احنا شنو عندنا هنا؟ تيرن اون ذا جينز فور برودكشن اوف ذا ميل هرمون، وهم انا مسؤول عن هرمونات الرجال. انت تعرف يعني احنا هواي نجعر بحكي، هواي عندنا مرات نتخبى، فهاي الهرمونات مالتنا بالواي. اوكي يعني مثلا الخشونه، الصوت العالي، شلون بعد همين طنقره، اوكي هاي تعتبر من صفات الرجال. عندنا الاكس كروموسوم، عندنا تريت اذر ذان ذا سكس ديترمينايت. اوكي الاكس يعني هو شلون اقول لك يشبه الصفات الاخرى، بس مو هو اللي يصنف اذا هذا ذكر لو انثى، تفهم شلون يعني؟ اوكي عفوك منه. اكثر شيء يصير بي طفرات هذا الاكس، الاكس اذا تذكر هذا الاكس لينك مرض كان بالهيمافيليا، هيمافيليا تجلط الدم، فهذا يسوي طفرات، فيعتبر شنو ريسيسيف يعني يعتبر متنحي، تنحي هات هيمافيليا هاي كولوت با الدم ما يتجلط، دونت كلوتد اللي هو هيمافيليا. عندنا ديوتشينيو ماسكولار دايستروبي، اوكي يعني شنو يعني العضلات، تحكم العضلات يصير قليل. عندنا كلر اوف بلاندنس، اكو همنا الاكس كروموسوم يتحكم اذا مثلا صار عندنا في طفره معينه، فهذا الانسان ما يقدر يباوع اللون الاخضر، ما يقدر يشوف اللون الاحمر، الجراي الرمادي ما يقدر يشوفها، تمام. فالاكس لينك، الاكس لينك مسؤول عن 60 مرض، مرض و اوكي هاي نزل جوا. اوكي يقول لك الماب، الخريطه مال واي، خريطه الواي بها اقل من 30 جين، يعني الكروموسوم مال واي، شوف هذا الكروموسوم مال واي، حلو هذا الاس ار اللي هو اللي يحدد اذا انت رجال او مره. اوكي فهذا هنا اكو 30 جين، اكو اقل من 30 جين هو اللي يحددنا. نزل جوا حلو، انها هيموفيليا اذا واحد مصاب او مو مصاب، يقعد يسوى له تزاوج. نزل جوا عندنا هنا شنو هذا؟ اوكي هنا السمري، التلخيص مال سكس لينك تريت، التلخيص مال اوكي، اذا انا عندي اكس لينك اوكي، فميل جيت ذير اكس فروم ذير ماذر، حلو انا حصلت الحنيه من امي، مو معنى حنيه بس هذا الاكس اللي هو ناخذه من امنا. اوكي فانت ايش تاخذ من الام؟ تاخذ عطوف، حنان، مشاعر، لطف، تصير خوش ادمي ويا العالم، دائما تقول لك يا ابني صير خوش ادمي ويا العالم، ما حد ياذيك او يضوجك، رغم انه انا اصير خوش ادمي ويا العالم، العالم قاعدين يزربون بي، المهم عفك من هاي المشكله.
بس اللي حقيقة الأمر إنه ذكر بقى قاعدوا يعطون لمي عندك الذكر الأب يعني بين قوسين ما يقدر يعطيك الإكس. أوكي الأم تعطيك الإكس. الواي يابا منو يعطيك إياه؟ أكو هواية وايات فيو تريد. لا العفو قليل يعني صفات كلش قليلة الأب يعطيك إياه. تعرف الأب دائما بخيل ما يعطيك هواية أشياء ما يقعد بس شغل تطفي طفي الجلوبات الجوازة راح تنزل يابا الجلوب ليش شاعلة بعدهم شنو عنده منو ماكل الجبن الصبح. المهم هاي سوالف يعني مال الأب. فجينات ماته كلش قليلة يعطيك 26 بينما الأم تعطيك 100,000 جين هو بس يعطيك 26 واحد. فهو الوحيد اللي يقدر يوصل لل يعني الواي هو الأب دائما يعطي للابن اللي هو الواي بس الأم ما تقدر تعطي هاي الصفة. تمام نزل جوا عندنا هنا الإكس إن أكتيف. حلو الإكس إن أكتيف اللي هو فيميل ماموز أنا 2 إكس. حلو أكو 2 إكسات أكو واحد منهم يصير غير مفعل. تمام شو وقت يصير غير مفعل؟ بحالة الإمبرونيك ديفلوبمنت مثلا هاي البزونة حاملة. أوكي بهاي بحالة الحمل أكو فد كروموسوم إكس مالتها واحد من الإكسات مالتها ما راح يشتغل. ليش؟ لأن هي بمرحلة الحمل. أوكي فشي يسوي؟ يسموه البيري بادي. البيري بادي اللي هو كائن مضغوط اللي هو هذا. هاي الكائنات المضغوطة اللي هي الزايغوت يعني شو شان اسمها ما دي فقرة التوتة هيك شيء. شايف الفترة مال حمل مال الإنسان أو مال الثدييات يصير فد شيء اسمه التوتة. فالباري بدي اللي هو توتة كان بوقتها ما دي إحنا شيء قريناه. البيضة تتخصر وبعدين تكبر وتصير شيء شكلها كبير مثل هاي. يعني هي كانت بيضة هاي زايغوت بيضة مخصبة تضخم هاي البيضة المخصبة وصير بهالشكل. فس احنا هاي البيضة المخصبة بيها هذا الجين اللي يطلع اللون البرتقالي اللي هو البرتقالي وجين يطلع لون اسود اللي هو هذا الاسود. فالتموا سوية وصارت شنو بيري بودي اللي هو الكائن المضغوط او التوتة بين قوسين. اوكي كون لك لو اسود لو برتقالي تمام ويكون شنو عشوائي يعني مو بترتيب اذا تبقى منقطة منه منقطة منه بعد الله خلقها عشوائية منقطة. تمام فاكو نوعين من ال two line different in the cut يعني اكو اثنين يعني الوان بعض نوعين خلايا مختلف فرو اسود فرو ما برتقالي. عندنا همين عندنا بالرياجيل عندنا البلادلنس اللي هو شنو الصلعة قرع. فاني راح اقرع اصدقائي راح يقرعون ف يعني احنا قرعان يابي ملك الساعة. المهم عندنا sex influence trait اللي هو الاوتوسوم. الاوتوسوم هو شنو هو جين يعني شلون اقول لك جسمي ما يعتبر جنسي بس اكثريته احنا موجود بالذكور يعني اكثريه الذكور هم يقرعون. فهو يعتبر همينه يتاثر بالسكس هرمون بالهرمونات الجنسيه اكثريته من الانسان يكبر فوق ال 30 بعد تطلع القرعه مالته. ف دومينيت ان ميلز. حلو يعني يكون سائد عندنا احنا بدنا نتطور ونصير قرعان. اوكي اما المرأة لا قليل انه تكون قرعة يعني قليل انه اشوف مرأة قرعة او متنحية. تمام هذا هو الجين مالته بي شخطة امها بي بي بلاد يعني شنو يعني اقرع ملك الساحة. المهم ننزل جوا ميكانيزم اوف انهيريتي وات از كاز اوف ديفرنت ان اوف ذات ريت يعني ليش القليل ليش القليلات المختلفة تطلع صفات مختلفة. فطلع لك أمثلة اللي هو اليلو والجرين والسموث والونك. هنا راح يجيب لك الإجابة الجميلة الحلوة يقول لك زين لعد ليش أكو متنحي وسائد شنو السبب مالتهم؟ الجواب يا حبيبي هو جين كود. إحنا عندنا أكواد بالجينات مالتنا زين هذا الجين غير يتكود غير يصير ترانسليشن ترانسكريبريشن نسخ وترجمة وهاي السوالف بالمولكيولر أخذناها زين. على مش يسوي على مسلك بروتين. الشعر شنو هو بروتين؟ العين شنو لون العين هو بروتين وهكذا. فالبروتين متكون من هاي ثلاث فاكتورات اما انزيم او ستراكتشر او هرمونات هذول الثلاثه اللي يكونوا لك الجين مالتنا. فبدا اول شيء بالشي يسموه بالانزيم يا بالانزيم اكو انزيم فعال واكو انزيم غير فعال. فدي يقول لك 50% من الانزيمات الفعاله يعني اذا كان هنا فعال وغير فعال اوكي فعال غير فعال. فعال اخضر الغير فعال اللي هو شنو الاحمر. اوكي راح يحاولوا لك فدنا انسان كارير يعني هو سليم از نورمال بس شنو حامل للصفه والانزيم هذا راح يظهر. تمام اذا كان اثنيناتهم عندهم انزيم نون فانكشنال
فش راح يصير normal trait يعني صفة طبيعية ما راح تظهر non excipated. إذا كان 100% إنزيم مالتهم فعال فالصفة الجديدة إش راح تكون بها؟ راح تكون معرضة أو راح تظهر تظهر. أوكي نزل جوا إحنا يقول لك يا بس structure. شنو هذا structure؟ اللي البناء مالته. فاكو بروتين يعني مبنية على بروتين وكما مبنية يعني بشكل فعال على بروتين. فإذا كنا نص إذا كان نص فراح يكون normal not accepted. هسه ذاك لا accepted بقى. accepted يعني عرضة نص نص مال الإنزيم عرضة بس هذا الجوا لا مو عرضة يعني ما راح يظهر وتكون أكثريته صفة يعني شلون أقول لك طفرة يعني بالحظ تفهم شلون هنا إذا كان كاملة غير فعال استراكتشر مالته ما راح تظهر أوكي بس هناك لا الموضوع مختلف راح يظهر انتظر ما راح يظهر العفو اثنيناتهم ما راح يظهر هنا لا راح يظهر اللي هو accepted نزل جوا عندنا هنا ذا فينوتايب احنا قلنا الفينوتايب يتاثر بهواي اشياء الفيزيكال ابييرنس المظهر الفيزيائي الاناتومي الفيسيولوجي البيهيفير التصرفات اكو مرات حتى البيئه هم تاثر عليك يعني هسه مثلا من تشوف الواحد من البصره تحكي وياه مو مثل تحكي واحد مثلا من منصور من بغداد لا البيئه العايش بيها والتربيه هم تفرق فشون اقول لك يا يعني هسه هذا بالبصره يعني احتمال معرض للشمس اكثر فبشرته تكون تقريبا على السمار اما مثلا بالقاعد بغداد اكثر تقاعد بالبيت ما يطلع وما يفدار فاكيد يكون ابيضاني ثلج اوكي فاحنا عندنا هنا generation time is too long مال البشر ليش بدنا نسوي ابحاث للبشر زين فهنا اجى صفنا احنا صفنا يقول لي ابا احنا اضل 40 سنه قاعد اشوف الجيم مال هذا تشلب لا ما بيحي لا قاعد ويا ذبانه اسوي هاي التجارب اوكي والاباء ينتجون يعني شلون اقول لك قرابه يعني أقرباء relative few offspring يعني مثلاً أب وأم الزوجة خلال الجقيد مثلاً 20 سنة أنا أقعد 20 سنة أوكي وراء شوية أب ابن وفد مثلاً ابنين غير مثلاً الزواجها أوكي راح يقعدون يخلفون فالخلفة مالتهم قليلة تفتهم شون فما يفيدون أما شنو unacceptable يعني غير مقبولة إنه نسويها بالحياة مالتنا نقعد نسوي تجارب بالناس أوكي عندنا البيدي بي ديجري اللي هو شنو فاميلي تري يعني شجرة العائلة هاي شجرة العائلة تقدر تشرح لك الأنماط مالتنا مال الأباء ومال الأبناء أوكي سوي شي شجرة ويطلع لك يا بنت تشبه أبوك تشبه أمك المهم تشبه خالك بيبيتك أوكي used to make the prediction about the future of offspring يعني مثلا نقدر نشوف نتوقع يعني مو همنا الصحيح أكو احتمال يصير طفرة إذا هذا الكائن من صدق هو لو مو هو يعني هاي صفاته نتوقع صفاته المستقبلية مالتي بلوكيشن أوكي متعددة أوكي خريطة نزل خلصة الملزمة هاي